بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. أحبابي في الله الكثير من المباريات والمقابلات اللي كتعلق بميدان الشغل أو التشغيل سواء على مستوى الإدارات العمومية أو على مستوى قطاعات التشغيل الخصوصية كالشركات والمقاولات الصناعية أو الخدماتية أو غيرها وأيضا في أمور تتعلق بالهجرة والدراسة يمكن ان يطلب من الشباب المترشح لاجتيازها او لشغل منصب بها تقديم وثائق معينه واللي من ضمنها بطاقه السوابق العدليه وتسمى كذلك بحسن السيره والسلوك كما يمكن بدل ذلك طلب وثيقه بطاقه او مستخرج السجل العدلي وهو ما يعرف بالبطاقه رقم ثلاثة في هذه الحصة إن شاء الله غادي نتكلم على بطاقة السوابق العدلية أي حسن السيرة والسلوك فيما سنخصص الحصة القادمة بحول الله وقوته للحديث عن مستخرج السجل العدلي إذن أشنو المقصود ببطاقة السوابق أو حسن السيرة والسلوك؟ أشنو هي الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك؟ وشكون هي الجهة المسؤولة عن إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك وما هي الأجال أو المدة التي يتم خلالها تسليم شهادة حسن السيرة والسلوك كل هذه الأسئلة غادي نجاوب عليها إن شاء الله في هذه الحصة قبل ذلك وكما العادة لا بأس أن أنوه أمر الاشتراك في القناة لمن لم يشترك بعد وتفعيل زر الجرس والضغط على إعجاب ولنعود بعد هذا الفاصل القصير وبارك الله فيكم جميعاً بطاقة السوابق أو شهادة حسن السيرة والسلوك هي وثيقة يتم طلبها ضمن الوثائق لتكوين ملف الترشيح لاجتياز بعض المباريات الوطنية أو لإجراء مقابلات شفوية من أجل الحصول على وظيفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضا يمكن أن يتم طلبها كما سبق ذكره في أمور تتعلق بالدراسة والهجرة وغيرها من الأمور وهي وثيقة إدارية تسلمها إدارة الأمن الوطني بالمغرب للمواطنين المغاربة فقط، وهي بذلك، وكما يدل اسمها، تبين أو تشمل السوابق العدلية للمعنى بالأمر إذا كانت له سوابق جنائية أو تبرز خلو سجل طالبها من أي جرائم جنائية أو جنحية أو جرائم شرف، وذلك بإدراج عبارة لا شيء أو نيو هذه الوثيقة. التي بواسطتها يمكن إثبات حسن سلوكه أمام الجهات المشغلة التي تقدم لها بطلبه للحصول على وظيفة مثلا إذا أشنو هي الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة السوابق أو ما يعرف باللغة الفرنسية فيش أنتروبوميتريك للحصول على بطاقة سوابق أو شهادة حسن السيرة والسلوك ينبغي للمعني بالأمر أن يتقدم بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى تعريفة الخدمة المتمثلة في 30 درهما كما يتوجب على المعني بالامر ان يتقدم بنفسه بطلبه للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك واذا ما تعذر عليه ذلك لسبب من الاسباب ان يوكل من ينوب عنه لتقديم الطلب وذلك عن طريق توكيل رسمي خاص. وعندما نقول توكيل رسمي خاص فإن هذا التوكيل لابد من أن ينجز من طرف موثق عصري أو لدى عدلين، أما في حالة تواجد المعني بالأمر خارج أرض الوطن، فيكفيه أن يتقدم بالطلب إلى قنصلية المملكة المغربية في بلد المهجر الذي يقيم فيه، بالنسبة للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. فهي الدائرة الأمنية التابعة لمحل سكن المعني بالأمر حسب العنوان المدرج ببطاقة تعريفه الوطنية أما بخصوص الأجال الذي يتم فيه الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك فبالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين داخل المغرب فيستغرق إنجاز هذه الوثيقة مدة تتراوح ما بين يومين اثنين إلى أربعة أيام على أبعد تقدير. وذلك حسب النشاط الإداري للمصلحة وأيضا بالنظر إلى أعداد الطلبات التي تحال على هذه المصلحة. أما بالنسبة للمغاربة المقيمين ببلاد المهجر أي خارج أرض الوطن، فالآجال التي يتم فيها تسليم وثيقة أو شهادة حسن السيرة والسلوك فهي تتمثل في 14 يوما على أبعد تقدير. وبخلاف مستخرج السجل العدلي الذي يمكن طلبه عبر بوابه خدمه طلب السجل العدلي الالكترونيه، فان شهاده حسن السيره والسلوك لا توجد الى حد نشر هذا الفيديو اي خدمه او بوابه الكترونيه لطلبها عن بعد. اتمنى ان اكون قد وفقت في ايصال بعض المعلومات المفيدة اليكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمن لم يشترك بعد وتفعيل زر الجرس وتسجيل اعجابكم بالفيديو هذا ويمكنكم مشاركه الموضوع مع اصدقائكم ومن تحبون والى حصه قادمه بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته